شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى درس جديد من دروس المنتقى. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. وقف بنا الحديث عند باب ما يقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، رواه الجماعة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله، قال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله من قلبه، دخل الجنة، رواه مسلم وأبو داود. وعن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في الأذان، رواه أبو داود. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه الجماعة إلا مسلما. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية إجابة المؤذن، وأن السنة لمن سمع النداء أن يجيب المؤذن، وذلك بأن يقول مثل ما يقول المؤذن، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وفي حديث عمر مثل ذلك، إلا أنه يقول عند الحيالة، يعني إذا حي على الصلاة حي على، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويدل حديث عمر على أنه إذا قالها من قلبه صادقا مخلصا دخل الجنة، وأن العبد إذا أجاب المؤذن صدقا من قلبه صار هذا من أسباب دخوله الجنة، لكونه قالها عن توحيد وإخلاص وإيمان. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الدلالة على أن السنة أن يجيب المؤذن ثم يقول بعد الفراغ، بعدما يقول لا إله إلا الله، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له الشفاعة لم يوم القيامة، كما بحديث جابر. وفي حديث عبد الله حلت له الشفاعة، إذا قال هذا بعدما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حلت له الشفاعة. فالسنة للمؤمن أن يجيب المؤذن، يقول مثل قوله
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن رسول الله مثله، إلا حي على الصلاة حي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وعليه يتحرى الإخلاص والصدق وأن يقول ذلك عن صدق من قلبه، هذا فيه الخير العظيم والفضل الكبير. أما حديث حوشب بلال الذي روى عن شهر بن حوشب أنه يقول عند الإقامة قد قامت الصلاة، وحديث ضعيف، والصواب أنه يقول مثل ما قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، لأن الرسول قال إذا سمع المؤذن فقولوا مثل ما يقول، من ذلك هو قد قامت الصلاة، يقول مثل المجيب قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وهكذا في صلاة الصبح، في أذان الصبح إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم يقول مثله الصلاة خير من النوم، هذا هو الأفضل. أما رواية بلال هذه في ضعيفة، كونه يقول أقامها الله أدامه، بل يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة كما قال المؤذن. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. إذا فات المستمع بعض جمل الأذان فكيف يتابع المؤذن؟ يأتي ما فاته ويتابع المؤذن، يأتي ما فاته ويتابع المؤذن. إذا أقام المؤذن يا شيخ هل يتابع؟ نعم مثل الأذان، لأن الرسول قال بين كل أذان صلاة بين كل أذان صلاة، سمها أذان سمى الإقامة أذان. أحسن الله سماحة الشيخ، مما يؤسف لها بأنك يعني الإنسان يستمع إلى منادي الصلاة والناس مستمرون في أحاديثهم وأشغالهم، هل من توجيه؟ نعم، السنة لمن سمع لله أن ينصت ويجيب المؤذن، وإذا كان في شغل ترك الشغل، إذا كان يقرأ أمسك عن القراءة حتى يجيب المؤذن، وإذا كانوا يتحدثون أمسكوا عن ذلك حتى يجيب المؤذن، فرصة عظيمة خير عظيم. والرسول يقول إذا سمعت المؤذن فقولوا، هذا أمر، والأمر أقل أحواله التأكد، والأصل فيه الوجوب لكن أقل أحواله التأكد، وهو عند أهل العلم سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع بعض المؤذنين ولم يجبهم لبيان الجواز، لبيان لا يجب الإجابة، لكن سنة مؤكدة، كل يجب مؤذن هذه سنة مؤكدة. نعم حفظكم الله سماحة الشيخ، هل نقول بأن من الساعات التي ترجى فيها الإجابة هو ما بين الأذان والإقامة؟ كذلك مثل ما في الحديث هذه أنس، الدعاء بين لا يرد، فالدعاء بين الأذى والإقامة يرجع ترجع إجابته، فيستحب للمؤمن أن يدعو بين الأذى والإقامة رجاء هذا الخير العظيم، رجاء أن تجاب دعوته، لهذا الحديث الصحيح. نعم هل يشترط شيخ للإجابة أن يكون الإنسان في مسجد؟ لا مفرط، في أي مكان أجاب المؤذن متى سمعه، ولو في الصحراء والمرأة في بيتها والرجل المريض في بيته يجيب المؤذن، ليس من شرط ذلك يكون في المسجد، متى سمع النداء في الطريق أو في الصحراء أو في السيارة أو في الطائرة أو في البحر أو في البر، متى سمع النداء يجيب المؤذن، هذه السنة. الحمد لله. أفضلية الدعاء يا شيخ، ما هي الأوقات التي ترجى فيها الإجابة؟ أوقات عديدة، منها ما بين الأذى والإقامة، من أوقات الإجابة ما بين الأذى والإقامة، الدعاء بين الأذى والإقامة لا يرد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك آخر النهار يوم الجمعة بعد صلاة العصر، ومن ذلك إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة من أوقات الإجابة، ومن ذلك الدعاء في السجود من أسباب الإجابة، لقوله صلى الله عليه وسلم أقرب منكم أن ربه هو ساجد فأكثر الدعاء، واللفظ الآخر أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبل أن يستجاب لكم، ومن ذلك آخر الليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، إلى أن ينفجر الفجر، هذا وقت عظيم فيه التنزل الإلهي، نزول يليق بالله لا يشابه خلق سبحانه، هذا نزول يليق بالله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، نقول ينزل كما يشاء وكما يليق بجلاله، لا نعلم كيفية ذلك بل نؤمن بذلك ونقول إنه لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، وهكذا جوف الليل الآخر وسط الليل محل إجابة الدعاء، وهكذا آخر الصلاة قبل أن يسلم بعد قراءة التحيات بعد قراءة تعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب إلى آخره بعد التشهد يدعو قبل أن يسلم محل دعاء. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، نود أن نتعرف ونقول ما هي موانع قبول الدعاء يا شيخ؟ من أعظم الموانع أكل الحرام، تعاطي الحرام،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات اعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، يعني بعيدا يستجاب له، فأكل الحرام من أسباب منع الإجابة. وهكذا الغفلة، كون يدعو بقلب غافل ساهي ما عنده عناية بالدعاء ولا إقبال عليه، هذا من أسباب عدم الإجابة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفصل بين الندائين بجلسة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو قال المؤمنين واحدة، وذكر الحديث. وفيه: فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين، فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قال ثم قام فقال مثلها، إلا أنه يقول قد قامت الصلاة، وذكر الحديث، رواه أبو داود. نعم. السنة لا يعجل الإمام، بل إذا أذن يبقى وقت حتى يتلاحق الناس ويجتمع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبقي في الحال، ما كان يتأنى حتى يتلاحق الناس ويحضروا في المسجد. فالسنة الإمام لا يعجل، بل يتأخر ربع ساعة ثلث ساعة حتى يتلاحق الناس ويحضروا الجماعة، هذا هو السنة. نعم. إذن سماحة الشيخ، مقدار الجلسة بين الندائين ربع ساعة تقريبا؟ ما في شيء واضح، لكن يتحرى الإمام، ما في شيء، النبي ما وقت شيء صليه الصلاة والسلام، لكن الإمام يتحرى ولا بأس، وخصوصا العشاء إذا رأهم آخر تأخر وتأخر، النبي كان إذا رأهم تأخر وتأخر عليهم في العشاء. أحسن الله بلى. فإذا تجمعوا أقام، وإذا تأخروا في العشاء لا يعجل، فالعشاء أطول، لأن الناس قد يحصل لهم موانع لضيق الوقت، المغرب ما بين المغرب والعشاء وقت ضيق، فإذا تأخر العشاء بعض الشيء حتى يتلاحق، وهذا هو السنة. وهكذا في شدة الحر، الظهر إذا كان شد الحر لا يعجل حتى يتلاحق الناس، ولو أخر الأذان كذلك في شدة الحر. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن أخذ الأجر على الأذان. عن عثمان بن أبي العاص قال: آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه الخمسة. حول هذا الحديث، هذا هو الأفضل، إذا تيسر أن يأخذ أجرا، إذا تيسر مؤذن لا يأخذ أجرا فهذا هو الأفضل، لأن الأذان قربة عظيمة، فالأفضل يفعله لله ولا يأخذ عليه أجرا، كما في الحديث عثمان قال: اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، هذا هو الأفضل إذا تيسر. أما إذا تيسر فلا حرج، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا ما تيسر فلا بأس أن يستأجر من يؤذن أو يعطى من بيت المال أو من الأوقاف ما يعينه على الأذان. سماحة الشيخ، هل ينطبق على من أذن ليأخذ الأجر قول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها؟ لا، إذا كان ما أراد ذلك إنما يستعين بها على طاعة الله، لأنه فقير يستعين بالأجرة بالراتب، لا 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 حرج عليه، ولا يكون من قصدت الآية. الآية في من قال الحق وعمل بالحق للدنيا، ما لا لله، لا للغربة لله، ولا المؤذن يتقرب لله، ولكن يأخذ ما يساعده، كما يأخذ الإمام ما يساعده والمدرس ما يساعده. نعم. حفظكم الله سماحة الشيخ، من أحب أن يتورع من أخذ هذا الأجر، هل نقول خذ هذا وتصدق؟ هذا أفضل له، إذا أذن بدون شيء فهذا أفضل له، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأجر، إذا تيسر هذا هو الأفضل والأحسن، كما قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام. حفظكم الله سماحة الشيخ، بعض المحسنين جزاهم الله خير قد يبني مسجد ويصرف الراتب من ماله الخاص، لا حرج، لا حرج، لا ساعدة من دون طلب، من دون اشتراط، هذا خير عظيم، ولكن إذا دعت الحاجة إلى أن يطلب راتب ليستعين به على المواظبة ولا
التفرغ للأذان هذا لا حرج فيه، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في من عليه فوائد أن يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة بعدها. عن أبي هريرة قال: عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. رواه أحمد ومسلم والنسائي. ورواه أبو داود ولم يذكر فيه سجدتي الفجر، وقال فيه: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. وعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن 4 صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال: ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. هذا يدل على أن إذا كان على المؤمن فوائد فإنه يؤذن الأولى ويقيم لكل صلاة، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن الصلاة في يوم الأحزاب، وكما في أسفار لما ننبأ في بعض الأسفار ولم يستيقظوا إلا بحر الشمس أذن وأقام. هذا هو السنة، إذا فاته فرائض يؤذن الأولى ثم يقيم كل واحدة، وهكذا فعل يوم عرفة، أذن الأولى ثم أقام للظهر ثم أقام للعصر، وهكذا في مزدلفة أذن الأولى ثم أقام للمغرب ثم أقام للعشاء ولم يعد الأذان. هذا هو السنة في الجمع، إذا جمع بين صلاتين أذن أذانا واحدا وأقام لكل صلاة، وإذا كان عليه فوائد 4 أو أكثر أقام الأولى ثم أذن الأولى ثم أقام لكل فريضة. ولما شغل عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب عن الصلاة في الحديث الصحيح أنه شغل عن العصر ولم يصليها إلا بعد المغرب، فأمر بالأذان فصل ثم أقام العصر ثم أقام المغرب ثم أقام العشاء. وفي هذا الحديث الذي بعبيده عن ابن مسعود أن شغل عن 4: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا هو الحكم الشرعي. لكن رواية ابن عبيدة عن أبيه منقطعة لأنه لم يسمع منه، لكن الأحاديث الصحيحة تدل على هذا المعنى غير رواية ابن عبيدة، كلها دالة على أن من كان عليه فوائد فإنه يؤذن أولى ويقيم لكل فريضة. وهكذا لو كانت غير فائدة بل جمع بين الصلاتين يؤذن أذانا واحدة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وفي مزدلفة يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل واحدة من الصلاتين. نعم. أحسن الله إليك سماحة الشيخ. هناك من يؤذن قبل دخول الوقت احتياطا وخاصة في فجر رمضان. الواجب أن لا يؤذن بعد دخول الوقت إلا إذا كان هناك مؤذن أول، فإذا أذن واحد قبل الوقت كما هو الحال الآن وآخر بعد الوقت لا بأس، وأن يؤذن في آخر الليل حتى ينتبه الناس واللي بيصلي اللي بيوتر واللي بيستعد، ثم يؤذن آخر بعد طلوع الفجر كما كان بآل يؤذن بليل، ثم يؤذن أبو محذورة بعد طلوع ثم يؤذن مكتوب بعد طلوع الفجر، هذا لا بأس. أما أن يقدم ولا هنا أذان بعد الفجر لا، السنة أن يكون الأذان والواجب يكون بعد الوقت بعد دخول الوقت إلا الفجر خاصة، لا بأس أن يؤذن لها أذان أولا قبل الوقت لتنبيه الناس حتى يرجع قائمهم ويوقظ نائمهم، ثم بعد طلوع الفجر يؤذن الأذان الشرعي الذي ينبه على دخول وقت الصلاة. هذا فعله ابن مكتوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله بلال قبل الفجر كما قال صلى الله عليه وسلم: إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن مكتوم، فإنه لا ينادي حتى يقال أصبحت. فدل ذلك على أنه لا بأس أن يكون في الفجر أذانان، أذان قبل الفجر للتنبيه حتى يرجع القائم ويقضى النائم، والأذان الثاني يكون بعد طلوع الفجر خاصة بالفجر. نعم. من نسي الأذان والإقامة هل يعيد الصلاة شيخ؟ لا يعيد، لو نسي الأذان والإقامة أو تعمدهما
تعمد تركهما لا يعيد، لكن إذا تعمد وهو يعلم الحكم يكون آثم. أما إذا ما تعمد جاهل أو ناسي صار صحيحة ولا إثم عليه. سماحة الشيخ، من العوام من يمد الله أكبر، ومنهم من يقول الله أكبر، هذه أغلاط تقع لبعض الناس. الواجب يقول الله أكبر، لا يمد الله أكبر، يمد اللام الله، وأكبر لا يمد الباء، يقول أكبر يعني أعظم. أما إذا قال أكبر هذا جمع كبر، كبر طبل، لا يقول أكبر لا يمدها. فالواجب على المؤذن والمقيم أن يقول الله أكبر، لا يمد الهمزة في الله ولا الباء في أكبر، الله أكبر الله أكبر، يعني الله أعظم وأجل سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. بعضهم الشيخ يعني قد يمط الأذان أكثر من ويمده مدا عجيبا، نصيحتكم لهؤلاء؟ نصيحتي ألا يمغط الأذان ولا يمد، لا في الحياة ولا في الشهادة. بعض الناس يمد الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا ما ينبغي، مكروه، لا يمد. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا يمد، يكفي مد خفيف. الشيخ حفظكم الله، أيضا الإسراع في الأذان وعدم ترتيله هل هو مخالف للسنة؟ لا، السنة الترتيل وعدم العجلة في الأذان، أما الإقامة يسردوها يحضروها، أما الأذان لا، يقف على رؤوس الجمل لا يعجل، يقف على رؤوس الجمل، على كل جملة يقف على رأسها من دون مد من دون تطويل. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، بهذا ونحوه. نعم. جزاكم الله خير سماحة العلامة. من الذي يملك حق الإقامة سماحة الشيخ، الإمام أم المؤذن؟ الإمام هو اللي يملك الإقامة، لا يقيم حتى يأمره الإمام. طيب. أو تكون عادة بينهما، إذا خرج أقام، إذا رأى أقبل أقام، مثل ما كان بلال إذا رأى النبي أقبل أقام. إذا كان عادة بينهما أنه إذا خرج إذا أقبل جهة محل الصلاة أقام، هذا إذن في المعنى. أحسن الله إليكم الشيخ. في المدارس الحقيقة يستفسر كثير من الإخوة هناك يقيمون ولا يؤذنون اكتفاء بأذان المساجد القريبة، ما رأيكم؟ إذا كان الأذان يسمع يكفي، إذا كان الأذان حولهم يسمع لا بأس، ولو أذنوا لكون أحسن أفضل، لو أذنوا لكون أفضل وأحسن، ولكن ليس لهم يصلوا في محلاتهم، بل يجب عليهم يصلوا في المساجد التي حولهم إذا كانت حولهم قريبة منهم. الإمام والمؤذن اللذان يتخلفان كثيرا، نقول كثيرا، ما حكم ما يأخذونه من أجر؟ في شبهة، ينبغي لهم أن يحافظوا ويواظبوا، إذا ما حافظوا ولا واظبوا يكون في أخذهم من أجر شبهة. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم أمين. شكر الله لكم سماحة الشيخ. المسافر لوحده يا شيخ هل يؤذن ويقيم؟ السنة يؤذن ويقيم، مثل ما قال أبو سعيد، يقول صلى الله عليه وسلم لبعض الأعراب: إذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة، ولو كان وحده يرفع صوته بالأذان والإقامة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب ستر العورة، باب وجوب سترها. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وقال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا، قال: فإن الله تبارك وتعالى أحق أن يستحى منه. رواه الخمسة إلا النسائي. هذا يدل على أن الواجب ستر العورات، وأن المؤمن لا يتساهل في عورته بل يحفظها
إلا من زوجته أو سريته من ملكة يمينه لأنه جماعها، فلها أن تنظر إلى عورته وللسرية أن تنظر إلى عورته، وإلا فالواجب سترها، وإذا كان في جماعة كذلك يسترها عنهم، وهكذا لو كان خاليا الله حقا يستحيا منه يستر عورته ولا يبقى في المحل مكشوف ولو ما عنده أحد، يلبس إزار ولا سراويل ولا قميص ولا يبدي عورته إلا لحاجة مثل قضاء الحاجة البول أو الغائط أو مع زوجته أو مع سريته لا بأس، الله حقا يستحيا منه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ممالكة يمينك. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.